أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج نهاية الأسبوع، نستعرض خلالها أهم وأبرز الأحداث محليا وعربيا وعالميا. ويسعدنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيم، مسؤول ملف مجلس الوزراء بروز اليوسف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. نبدأ أول ملفاتنا مشاهدينا بالنشاط الرئاسي في أسبوع، نتابع التفاصيل في التقرير التالي. نشاط مكثف قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع. فعلى الصعيد السياسي، واصل الرئيس السيسي جهوده الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة، فقد استقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له، وتناول اللقاء في هذا الصدد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية. حيث حرص الرئيس السيسي في هذا الإطار على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين. وفي هذا السياق أكد الجانبان أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جرى خلاله التباحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن جهود التهدئة. وأكد الجانبان رفضهما التام لتصفية القضية الفلسطينية أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين، مشددين على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لإنقاذ قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي يواجهها. وعلى الصعيد الداخلي، وخلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، أكد الرئيس السيسي أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف تبعث في قلوبنا معاني الإنسانية الحقيقية، إذ كان مولده إحياء للإنسانية وتكريما لها، قائلا: لعل احتفالنا اليوم يمثل فرصة للاطلاع على سيرته العظيمة وتعزيز مفاهيم رسالة الإسلام في أذهاننا التي بلغت في الإنسانية أعلى درجاتها ورسمت للبشرية طريق المحبة. وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية في قناة السويس رغم الأوضاع الراهنة، مع مواصلة العمل على تعظيم قدرات القناة التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية في ضوء أدائها المتميز المشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة حتى خلال الظروف الطارئة وغير الاعتيادية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ونتابع معكم في برنامجكم نهاية الأسبوع، وأجدد التحية على ضيف العزيز في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيم، متخصص شؤون مجلس الوزراء بروز اليوسف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية نبدأها كالآتي، حول محور هام جدا فيما يتعلق بغزة، الجهود المصرية المتواصلة لدعم غزة ودور تلك الجهود للتوصل إلى وقف الحرب على غزة. يعني منذ 7 أكتوبر الماضي حتى هذه اللحظة وأن نحن نتحدث مع حضرتك، يعني هناك جهود كبيرة مصرية بتقوم طبعا بها الدولة المصرية من أجل طبعا الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة طبعا عملية إدخال المساعدات الإنسانية. ودائما الدولة المصرية يعني لها وجهة نظر يعني سديدة في هذا الأمر، وكل العالم يعني أشاد بكل الجهود التي اتخذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يعني ضرورة إنهاء أو الوقف الفوري طبعا لإطلاق النار مع وجود حل الدولتين. حل الدولتين هو يعني السبيل الوحيد لطبعا يعني تهدئة الصراع الموجود في المنطقة، ومن ذلك وخاصة يعني الدولة المصرية بالتنسيق بينها وبين يعني قطر والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة، هناك مفاوضات بين الثلاث دول، وكان الله في عون المفاوضة المصرية. احنا شايفين هناك مفاوضات على أعلى مستوى من الدولة المصرية طبعا، والهدف هو يعني عدم التصعيد في المنطقة، تهدئة الأوضاع، ومن ذلك حتى ينعم طبعا الشعب الفلسطيني بي يعني وجود
حياة كريمة، وجود طبعا الاستقرار والأمن بالنسبة للشعب الفلسطيني. يمكن من 7 أكتوبر وحتى هذه يعني اللحظة أكثر من 41 ألف يعني شهيد، حوالي أكثر من 100 ألف مصاب، ناهيك طبعا عن عمليات التدمير والقتل. يمكن لأول مرة في تاريخ العالم بتكون هناك مجزرة يعني لهذا الأمر. كانت هناك يعني مشاكل قبل ذلك بين الكيان الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، ولكن يعني من 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة بالفعل احنا شايفين طبعا رغم يعني هناك يعني دعم كبير من الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي، وما ذلك الكيان الإسرائيلي طبعا بيمارس طبعا عملية الغطرسة تجاه الشعب الفلسطيني، ولكن الحمد لله يعني الجهود اللي هي بتبذلها الدولة المصرية نتمنى لها ان هي يعني ان شاء الله يتم التحقق منها، وتوفيق الدولة المصرية بالتنسيق بينها وبين قطر والولايات المتحدة الأمريكية على أساس طبعا يعني يتم طبعا تهدئة الأوضاع وما لذلك. وشايفين يعني عملية المجزرة اللي هي يعني بتقوم طبعا بها إسرائيل سواء بالنسبة للشعب الفلسطيني أو بالنسبة للمدارس والبنية التحتية. يمكن هذه البنية التحتية تأخذ سنوات طويلة، تحتاج لمليارات الدولارات عشان يتم يعني إعادة الشيء لأصله قبل 7 أكتوبر. نعم، أهمية التواصل المصري الأمريكي وأهم ما تم التباحث بشأنه بين الرئيس السيسي وبلينكين. احنا عارفين يعني هناك علاقات وثيقة طبعا بين مصر والولايات المتحدة، وهذه العلاقات بتزداد يعني توثيقا خلال الفترة الماضية وخاصة من 2014 وحتى هذه اللحظة على يعني على مستوى القيادتين. هناك زيارات، هناك تفاهمات كبيرة في الرؤى المصرية الأمريكية في عدد من هذه القضايا. يعني في هذا اللقاء الذي جرى طبعا بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بلينكين يعني تم الحديث عن العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وبزيادة طبعا التبادل التجاري ومثل هذه العلاقات. بالإضافة طبعا يعني من الشيء المهم طبعا هو موضوع غزة وما لذلك، وتم التباحث في هذا الأمر. بالإضافة طبعا القضايا الإقليمية والدولية وضرورة يعني وضع حد لهذا الصراع الموجود طبعا في المنطقة، ويتم يعني إنهاء هذا الصراع، ويتم طبعا وقف الحرب من الكيان الإسرائيلي من إسرائيل تجاه قطاع غزة. والهدف هو يعني عدم التصعيد. ودائما الدولة المصرية يمكن من 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة تحدثت عن ضرورة الوقف الفوري حتى لا يتم التصعيد، واحنا شايفين للأسف يعني هناك تصعيد خلال اليومين الماضيين. هذا التصعيد لم يكن طبعا في صالح القضية الفلسطينية ولا لصالح الشعب الفلسطيني، ولكن هو دخول يعني عدد من الدول في حلبة الصراع، مؤكد ان يعني دخول دول اخرى في هذا الصراع لم يكن في يعني لصالح القضية الفلسطينية ولن يكن في صالح المنطقة العربية والشرق الاوسط. نعم، لو انتقلنا الى الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، يعني كملامح لهذا الحوار وأفاق التعاون الاقتصادي ما بين البلدين. يعني هو حوار استراتيجي، هناك مجموعة عمل بتشتغل في هذا الأمر، ويمكن في هذا يعني حتى بالنسبة لي المؤتمر الصحفي الذي عقد بين وزيري الخارجية المصري والأمريكي بالأمس يعني أمس الأول يعني تم الحديث عن هذا الحوار الاستراتيجي، أن هناك مجموعات عمل بتشتغل في هذا الأمر، وهو يعني مصلحة البلدين، مصلحة البلدين ومصلحة الشعبين في زيادة التبادل، في زيادة الاستثمارات وما لذلك طبعا بين البلدين. ودائما الدولة المصرية بتنظر للمصالح المشتركة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نتيجة العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية جرى الحديث في هذا الأمر على أساس يكون هناك حوار استراتيجي، أن تكون هناك مجموعة عمل يعني بتشتغل خلال الفترة المقبلة على أساس الحاجات الفنية وبالنسبة للحوار الاستراتيجي وما لذلك، ويعني وكل القضايا اللي هي بتهم الدولة المصرية وبتهم كذلك يعني الولايات المتحدة الأمريكية. وخاصة احنا شايفين طبعا الولايات المتحدة الأمريكية يعني مقبلة طبعا على عملية الانتخابات وما لذلك، وشايفين مثل هذه الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الدولة المصرية طبعا يعني بتسعى بكل السبل يعني زيادة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية يعني الولايات المتحدة الأمريكية لها يعني مصالح مشتركة في المنطقة، لها مصالح مشتركة كذلك في الدولة المصرية، وتعتبر أن الدولة المصرية هي تعتبر رمانة الميزان في المنطقة. ولذلك يعني الولايات المتحدة الأمريكية بتسعى بكل السبل لزيادة مثل هذه العلاقات مع مصر، إن هي الولايات المتحدة يعني بتستفيد من وجود شراكة استراتيجية بين مصر وأمريكا.
لو تحدثنا عن القرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة حوالي 0.5% وتأثير هذا القرار على أزمة الدولار في مصرنا الحبيبة. يعني بالنسبة لي أزمة الدولار يمكن على مستوى العالم ومن ذلك احنا شايفين لما بيتم التخفيض الفيدرالي طبعا كل الدول بتخفض هذا الأمر طبعا له انعكاسات إيجابية على المواطن، لا أتحدث عن المواطن المصري فقط ولكن عن بقية شعوب العالم أجمع ومن ذلك لأن له تأثير ومن ذلك احنا شفنا لما بيرتفع طبعا يعني الفيدرالي الأمريكي طبعا كل الدول بتسارع وبتقوم ب يعني رفع هذا النسبة ومن ذلك، ولكن عندما ينخفض طبعا يعني هذه النسبة من الفيدرالي الأمريكي مؤكد أن هو هتكون هناك انعكاسات إيجابية وما ذلك فيه حتى بالنسبة لعملية الاستثمارات، عدم هروب الاستثمارات وما ذلك زيادة الاستثمارات اللي هي بتأتي من الخارج، لأن أي مستثمر بيبص عن هذا الأمر بيبص أن يكون مثلا الدولار طبعا يعني في مقبول بالنسبة له وما ذلك بيدور طبعا على البلد اللي فيها الأمن والاستقرار، والحمد لله كدولة مصرية نفتخر لدينا الأمن والاستقرار، وعشان كده هناك استثمارات عديدة من مستوى العالم بتأتي للدولة المصرية، لأن أي مستثمر بيشوف البلد اللي فيها الأمن والاستقرار وبيأتي لهذه الدولة. وبالفعل يعني وجدنا خلال الشهور القليلة الماضية والسنة الماضية هناك عدد كبير من الشركات سواء بالنسبة للشركات اللي هي موجودة على أرض الواقع وبتستثمر طبعا بتزود يعني استثماراتها بتزود طبعا خطوط الانتاج، أو حتى بالنسبة للمستثمر اللي هو بيفكر ان هو يشوف مين البلد اللي هو بيروح لها بيفكر على طول بيركب الطيارة وبيأتي إلى الدولة مباشرة لأن هناك تهيئة بيئة مناخ جاذب بالنسبة للاستثمار، هناك يعني حل لمشاكل المستثمرين من خلال الدولة المصرية ومن خلال الحكومة المصرية بكل تأكيد. طبعا في ذكرى يعني مشاهدينا الكرام كل عام وأنتم بخير، طبعا بذكرى الاحتفال بمولد سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وكل عام وحضرتك كل بخير طبعا أستاذنا. هنا يأتينا السؤال، كيف نستلهم معاني الإنسانية ومفاهيم الإسلام الحق؟ من المعروف يعني الدين معاملة، لابد يعني أن نحن نقتدي طبعا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المعاملات بيننا وبين البعض وبيننا وفي عملية يعني التعامل مع الآخر ومن ذلك، ودائما كان يعني الرسول سمح كان بيتعامل مع البشرية بيتعامل مع المواطنين بكل سماح ومن ذلك وبكل يسر ومن ذلك، لابد أن يكون يعني في تعاملاتنا مع بعضنا البعض يعني كلنا كموظفين كمواطنين كمجتمع ضرورة وجود عملية التكافل الاجتماعي، لابد أن نحن من خلال هذه السيرة العطرة لرسول الله نتحدث عن يعني التكافل الاجتماعي، يعني بالنسبة لرجال الأعمال بالنسبة للقطاع الخاص ينظر يعني بالنسبة للمواطن عملية التعاملات وما ذلك، وحتى بالنسبة لقضاء حوائج الآخرين أو قضاء حوائج المواطنين لابد أن نحن نقتدي برسول الله في هذا الأمر ونكون على يعني نسير على السيرة العطرة الحبيبة زي ما دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل التعاملات. ننتقل مشاهدينا إلى ملف آخر وزيارة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى السعودية لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري، نتابع التفاصيل في التقرير التالي. زيارة مهمة وناجحة قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية ضمن وفد حكومي مصري، حيث عقد على مدار يومين عدة لقاءات مع وزراء ومستثمرين سعوديين بهدف تشجيع الاستثمارات السعودية المصرية والتعاون فيما بين القاهرة والرياض على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها. وجاءت الزيارة لبحث عدد من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك. وخلال الزيارة أكد مدبولي بأن مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين، وأن هذه الشراكة ستعزز بعد التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، مشيدا بالعلاقات التاريخية فيما بين مصر والسعودية وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
على تعزيز ودعم العلاقات المصرية السعودية في مختلف المجالات. وقد وجه الأمير محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة صندوق الثروة السيادي للمملكة بضخ استثمارات في مصر بإجمالية 5 مليارات دولار كمرحلة أولى خلال اللقاء المهم الذي تم بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، حيث ناقش تعزيز العلاقات الثنائية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وبجدد التحية على ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيم، متخصص شؤون مجلس الوزراء بروز اليوسف. أهلا بحضرتك مرة ثانية. طيب، نحن في إطار ملف طبعا يعني زيارة مدبولي للسعودية وحول دفع عجلة الاستثمار، نتحدث عن أهم نتائج الزيارة وخاصة في مجال الاستثمار. يعني بالفعل هي كانت زيارة على مدار يومين، رئيس مجلس الوزراء التقى عدد من وزراء المملكة العربية السعودية، واختتمت الزيارة بلقاء طبعا مع صاحب السمو يعني الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء السعودي. وكانت زيارة ناجحة بكل المقاييس، هي لجذب الاستثمارات، ومن ذلك يعني احنا عارفين يعني المملكة العربية السعودية لديها يعني استثمارات على أرض الدولة المصرية قاربت حوالي 55 يعني مليار دولار، يمكن أكثر من 7000 شركة بتشتغل على أرض الدولة المصرية، وكذلك الدولة المصرية القطاع المصري لديه يمكن حوالي أكثر من 500 شركة يعني مصرية موجودة، يعني عملية تفاهمات، عملية يعني مبادلة المصالح المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية. جرى الحديث كذلك عن زيادة الاستثمارات في من المملكة العربية السعودية للدولة المصرية، ويمكن هناك خلال الفترة المقبلة سيتم يعني توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية على أرض الدولة المصرية. صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ادى تكليفات لصندوق الصندوق العام السعودي في السعودية بضخ استثمارات حوالي 5 مليار دولار خلال يعني كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة في أرض على أرض الدولة المصرية. خلال الفترة المقبلة يمكن أكتوبر المقبل سيكون هناك اجتماع المجلس التنسيقي بين المملكة العربية السعودية والدولة المصرية على أرض الدولة المصرية. دي كلها طبعا يعني من النتائج المهمة، والدولة المصرية طبعا بتسعى لزيادة، لا أتحدث عن المملكة العربية السعودية فقط ولكن عن العالم أجمع. الدولة المصرية لديها يعني تهيئة بيئة مناخ جاذب بالنسبة للاستثمار، العالم كله يعني بيشيد بهذه المناخ نتيجة طبعا وجود وحدة لحل مشكلات المستثمرين في داخل مجلس الوزراء، وهذه الوحدة يعني حلت الكثير والكثير من المشاكل لكل المستثمرين. نختتم مشاهدينا حلقتنا بإطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، نتابع التفاصيل في التقرير التالي. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان. وخلال الاحتفالية شهد رئيس مجلس الوزراء والحضور فيلما تسجيليا عن المبادرة التي تستهدف الإنسان المصري وتدعم الهوية المصرية وكذا أهدافها وأسلوب التنفيذ، متضمنا جهود الدولة في مجال التنمية البشرية بشكل عام، حيث تم التأكيد على ضرورة مشاركة مختلف جهات الدولة للمساهمة في نجاح هذه المبادرة. كما استعرض رئيس الوزراء والحضور اصطفافا للعديد من السيارات التي سيتم من خلالها تقديم خدمات المبادرة في مختلف القطاعات التي تستهدفها المبادرة لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية. وتحركت هذه السيارات من مقر اصطفافها من منصة ساحة الشعب العاصمة الإدارية الجديدة، وفي ذات التوقيت من مختلف المحافظات، إذانا ببدء إتاحة خدماتها للمواطنين. وتستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم متمكن قادر واعي ومثقف للمجتمع.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامجكم نهاية الأسبوع، وحول مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بجدد التحية مرة أخرى على الأستاذ حسن. أستاذ حسن، مبادرة بداية أهم بنودها ودورها في بناء الإنسان؟ يعني الهدف من هذه المبادرة وهي بداية لبناء الإنسان المصري، أرادت الدولة المصرية أن تحشد كل الجهود. يمكن هناك 30 جهة ووزارة بتشتغل طبعا في هذه المبادرة. احنا عارفين يعني خلال الفترة الماضية يعني من 2014 وحتى هذه اللحظة كانت هناك مبادرات 100 مليون صحة، 100 يوم صحة وما ذلك، وكل هذه المبادرات يعني وقوائم الانتظار او القضاء على قوائم الانتظار وما ذلك وفيروس سي، والدولة المصرية طبعا نجحت في القضاء على فيروس سي رغم ان هناك دول يعني عظمى لم تستطع، ولكن نتيجة يعني وجود الارادة السياسية لدى الدولة المصرية استطاعت كدولة مصرية يعني تحصل على يعني شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلو الدولة المصرية من فيروس سي. لم يأتي هذا الأمر من فراغ، ولكن نتيجة كل هذه الجهود طبعا مجتمع. أرادت الدولة المصرية أن هي تجمع كل هذه الوزارات في مبادرة واحدة، وهي بداية يعني لبناء الإنسان المصري، سواء بالنسبة للتربية والتعليم، بالنسبة للصحة، يمكن حتى قبل يعني ميلاد الإنسان. وزارة الصحة عليها دور أن هو الاهتمام بالأم وما ذلك، الاهتمام بالحامل وما ذلك، وهذا الأمر طبعا مهم جدا. كذلك جرى الحديث يعني بالنسبة لوزارة الصحة الاهتمام طبعا بالرعاية الصحية، ويعني ودخول طبعا مستشفيات الرعاية الصحية وما ذلك، أن الوزارة بتروح للمواطنين وما ذلك لإشراك مثل هذه المبادرة أو الإشراك في هذه المبادرة، أساس طبعا تقدم الخدمات الصحية يعني للمواطن وكل الأعمار يعني بيشتركوا في هذه المبادرة، يعني لا تتوقف على فئة عمرية معينة. حالة عمرية. يعني لو ذهبنا للتربية والتعليم، طبعا التربية والتعليم يعني مهمة جدا في هذه المبادرة. بالنسبة لي يعني بيجري الحديث عن احنا عارفين يعني التعليم الاساسي ابتدائي اعدادي ثانوي 12 عام، ولكن بيتم الحديث زيادة هذه الفترة الى 14 عام قبل يعني اولى ابتدائي وما ذلك، اساس طبعا يعني وبالاضافة طبعا عملية تطوير المناهج وما ذلك، ان انت بتخلقي عملية وعي للانسان على اساس الانسان طبعا بيكون يعني واعي بكل التحديات، واعي بكل المشكلات الموجودة على سواء بالنسبة للدولة المصرية او عالميا او اقليميا وما ذلك. ويمكن لاول مرة في تاريخ الدولة المصرية نسمع كلمة الوعي، سمعناها من السيد الرئيس من 2014 وحتى هذه اللحظة، والهدف هو يعني بناء جيل لديه وعي وقادر على التحدي وما ذلك، وقادر ان هو يتخطى الصعاب. لو ذهبنا سريعا لوزارة الشباب والرياضة، طبعا وزارة الشباب والرياضة يعني لها دور كبير في هذه المبادرة زيها زي الوزارات الاخرى في عملية يعني خلق جيل طبعا قادر على العطاء في مراكز الشباب والأندية، وازاي تجذب الشباب للنوادي ومراكز الشباب بدل ما يقعدوا طبعا على هاوي الكافيتريات وما ذلك، لا تاخذيهم داخل مراكز الشباب وتقدمهم لهم الجديد وما ذلك. لو ذهبنا مثلا وزارة الثقافة وقصور الثقافة، الدولة المصرية طبعا يعني عملت او انفقت مليارات الجنيهات على قصور الثقافه، وانا لوان ان انت تستفيدي من قصور الثقافه عن طريق المسرحيات، عن طريق الافلام وما ذلك. بالاضافه طبعا وزاره التعليم العالي عليها دور كبير، ايه المانع وزاره التربيه والتعليم زي ما كان بيحدث في السابق، وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي تاخذ الطلبه توريهم طبعا المشروعات القوميه، تعمل لهم طبعا يعني زيارات للمتحف المصري الكبير، المنطقه الاثريه في العالم. طبعا واحد دلوقتي سمعنا يقول لك طب انا يعني من قريه مثلا الجعيدة ولا من في أسوان ولا الوادي الجديد، أجي إزاي؟ طبعا ممكن حضرتك المسافة وما ذلك، ممكن حضرتك تشوف المشروعات القومية اللي هي موجودة في المحافظة عندك، ممكن يعني في كل محافظة يعني بيوجد طبعا متحف مصري وما ذلك. لنا وقفة هنا أستاذ حسن، يعني ممكن هنا المواطن لا يستطيع التواصل والتفعيل كما ينبغي أن يكون، يعني هنا كيفية تفعيل المبادرة على الوجه الأفضل نحو بناء الإنسان، ويكون له بالتالي ترتيبا على ذلك دور فعال في بناء الوطن ككل. يعني كيفية تفعيل المبادرة، كيف سيتم الوصول إلى هذا المواطن وبالتالي تواصل وجسر التواصل من قبل المواطن إلى الدولة ككل؟ طبعا
يعني هو ده سؤال مهم جدا دكتور عبير. يعني احنا عارفين طبعا المبادره تحت رعايه السيد الرئيس، والسيد الرئيس هو اللي دعا لهذه المبادره واطلقها طبعا رئيس مجلس الوزراء. ده بياكد ايه؟ بياكد ان هذه المبادره هتوصل لكل المواطنين، وما ذلك ال 106 مليون مواطن وما ذلك. واحنا شفنا يعني خلال الفتره الماضيه كل المبادرات اللي هي عملتها الدولة المصرية استفاد منها سواء المصريين أو الضيوف اللي هم موجودين، 9 مليون ضيف اللي هم موجودين على أرض الدولة المصرية. يعني الدولة المصرية بتقدم لهم كل الخدمات سواء تعليمية صحية وما لذلك. يعني زي ما حضرتك تفضلت يا دكتور عبير، يعني هذا الشيء مهم جدا. عملية التواصل طبعا، عملية التواصل ده يعني هو من خلال الوزارات المعنية، من خلال 30 جهة اللي هي بتقوم بهذه، ان هم يعني بيروحوا للمواطن وبيقولوا له طبعا. يعني بالاضافه طبعا في التو اللحظه اللي هو اطلقها رئيس مجلس الوزراء من ساحه الشارع في العاصمه الاداريه الجديده، كانت المحافظات كلها يعني على هبه الاستعداد وبتطلق هذه المبادره ايذانا بعمليات الافتتاح، او ايذانا طبعا بتقديم هذه الخدمات سواء الصحيه التعليميه الثقافيه وما لذلك، سواء بالنسبه للتضامن الاجتماعي. التضامن الاجتماعي احنا شفنا خلال الايام القليله الماضيه تم الاعلان عن يعني دخول او يعني دخول حوالي 50,000 يعني من تكافؤ وكرامه بالنسبه لبرنامج التكافؤ وكرامه. دور وزاره التضامن يعني عليها دور كبير ان هي تقوم بزيارات طبعا ادارات التضامن الاجتماعي او مديرات التضامن الاجتماعي على اساس يكون هناك تنسيق بينه وبين الموظفين وما ذلك. كذلك يعني هناك عدد كبير طبعا من التنميه المحليه، التنميه المحليه طبعا ممثله في المحافظات. ده مهم جدا ان هي بتقدم كل الخدمات حتى في عمليه التيسير والتسهيل على المواطن في اداء مثل هذه الخدمات. يمكن المرحله الاولى هذه المبادره حوالي 100 يوم في تقديم مثل هذه المبادره، وهي يعني بدايه جديده لبناء الانسان المصري، بدايه جديده هو بتقلقي الوعي. ومن ذلك استطعت ان انت بتكوني هذه المجموعات كلها 30 مجموعه او 30 وزاره وجهه، ان هم بيقدموا الخدمات وكانها وزاره واحده بتقدم الخدمه في عدد كبير طبعا من توحد القوى يعني وتواصل وعمليه الحشد. احنا دائما الدوله المصريه بتدعو المواطنين لعمليه الحشد وما ذلك يعني التكاتف زي ما حضرتك تفضلت، عمليه التكاتف ودور القطاع الخاص. يعني هذه المبادره يعني يجب الا تتوقف عند الحكومه بس، بل القطاع الخاص استفاد من الدوله المصريه على مدار 10 سنوات ان هو في تقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع الخاص. المجتمع المدني حتى بالنسبه للجمعيات وما زال بتستفيد من الدوله المصريه. أنا الأوان إن هم يقولوا للدولة المصرية شكرا، ويقدموا يعني ويحطوا إيدهم في إيد الحكومة المصرية ويقدموا خدماتهم. اللي إحنا عارفين الجمعيات الأهلية يمكن هناك حوالي 50,000 جمعية، وهذه الجمعيات في أكثر من جمعية موجودة في القرية. هم عارفين المواطن الفلاني يحتاج يعني الخدمة، ممكن يكون فيه ملف وما لذلك. حتى بالنسبة لمبادرة يعني حياة كريمة كان المواطن بيشارك في يعني حشد هذه أو الأولويات. ونحن تحدثنا من ذي قبل عن حياة كريمة وأفضل لمواطنينا جميعا. لا يسعني مشاهدينا الكرام إلا أنني أتوجه بكل الشكر والتقدير لضيف العزيز اللي نورنا النهاردة في برنامجكم نهاية الأسبوع، الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيم، متخصص شؤون مجلس الوزراء بروز اليوسف. شكرا لك. شكرا لك. نورتنا. مشاهدينا الكرام، كنتم معنا وكنا معكم في أروقة برنامجكم نهاية الأسبوع. دمتم في رعاية الله. لكم مني كل التحية دكتورة عبير شرف الدين.